يا رب اديني مسحة خاصة من الروح القدس، ارسل المسحة دي وادي نفوس كثيرة ان قلوبها النهاردة تتفتح للكلمة دي. يوم خلاص هيئنا ندخل إلى محضرك يا ربي. مش تنفع معانا الدار الخارجية ولا القدس، لكن نريد أن ندخل إلى قدس الأقداس في هذا المساء على حساب دم يسوع المسيح، على حساب دم يسوع المسيح، لأن مكتوب ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيئة. كل اللي أنا محتاجه هو أنت يا رب، كل شهوة قلبي في هذا المساء هو أنت، مش حد تاني أبدا. نريد أن نراك، نريد أن نراك، نريد أن نراك. هاللويا هاللويا، ما أعظمك يا سيد، ما أمجد اسمك في كل الأرض حيث جعلت جلالك فوق السماوات. نعم نعم، نعظمك نباركك. هاللويا هاللويا هاللويا. نعم يا سيد الرب، نعم يا سيد الرب. كل اللي انا محتاجه هو انت، كل شهوة قلبي هي انت يسوع. كل اللي انا محتاجه هو انت، كل شهوة قلبي هي انت، كل نبضة في قلبي ليك انت، كل لحظة في عمري ليك انت. يلا نعلن في هذا المساء كل اللي انا محتاجه يا رب. كل اللي انا محتاجه هو انت يسوع، كل شهوة قلبي هي انت، كل اللي انا محتاجه هو انت، كل شهوة قلبي هي انت، كل نبضة في قلبي فيك انت، كل لحظة في عمري ليك انت. بحبك
بحبك بهدي لك كل عمر مستحق. بحبك 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 يا يسوع، بحبك بتغير كل قلبي. اشكرك. بحبك بتغير من طبعتي. بحبك 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 يا يسوع، يا يسوع، يا يسوع، بنحبك يا رب لأنك أحببتنا فضلا، بنحبك لأنك أحببتنا إلى المنتهى. أشكرك من أجل حبك في هذا المساء، لأن مكتوب ونحن خطاة مات المسيح لأجلنا، وأعلن عن حب كبير في الصليب. مكتوب لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. أشكرك من أجل حبك أيها الآب السماوي، أشكرك من أجل حبك في ابنك يسوع المسيح. أنت إله قدوس يا رب، أنت إله صالح، أنت حنان ورحيم. ليلة منتظرين بركة غير عادية في اسم الرب يسوع المسيح. استاذنكم يا شعب الرب، تعالوا نقف قدام ونقول له احنا نعلن عن الحب ليك في هذا المساء. تعالوا نصلي واحنا واقفين امامه في هذا المساء. تعالوا نادي عليه ونقول له انت اله قدوس، قدوس انت يا الله، عظيم انت يا الله، محب انت يا الله، انت اله صالح يا رب، انت اله صالح. وحدك النهارده تاخذ كل المجد، وحدك تاخذ كل العباده والسجود، لانك اله رائع، لانك اله عظيم، لانك ملك كبير على كل الالهه، ملك كبير على كل الالهه. يلا نصليها امامه ونشاور عليه ونقول له وحدك، وحدك قدوس. وهذا ناداك وقال قدوس 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 رب الجنود، مجده ملء كل الارض. قدوس انت يا الله، قدوس انت يا الله، قدوس انت يا الله، إلهي ومالكي، إلهي ومالكي، عظيم انت يا الله، عظيم انت يا الله، عظيم انت يا الله، إلهي ومالكي، إلهي ومالكي، حنان انت يا الله، محب أنت يا الله، محب أنت يا الله، محب أنت يا الله، إلهي ومالكي، إلهي صالح للكل، صالح أنت يا الله، صالح أنت يا الله.
صالح أنت يا الله إلهي ومالكي إلهي ومالكي مجيد أنت يا الله مجيد أنت يا الله مجيد أنت يا الله إله ومالكي إلهي ومالكي أمين أنت يا أنت لا قدوس قدوس أنت يا الله قدوس أنت يا الله قدوس أنت يا الله إلهي ومالكي إلهي ومالكي مستحق كل المجد يا يسوع مستحق كل المجد يا يسوع كل ركبة تسجد ليك واللسان يعترف بيك مستحق كل المجد يا يسوع لما نيجي نقف قدامك يا رب لما نيجي نقف قدامك يا يسوع لما نيجي نقف قدامك يا يسوع يملى علينا يا يسوع خلي حضورك يملى عليا يا رب خلي حضورك يملى عليا يا يسوع امين يا روح الله خلي حضورك يملى عليا يا يسوع اتغير وعيني تشوف حضورك يملى عينيا يا يسوع خذني ربي لقدس الأقداس خذني ربي بدم الحمام خذني ربي لقدس الأقداس تلمس بي غمرك شفتاه يلمس بي غمرك شفتاه يدخل ديارك نمتلي بروحك نطرق الخطايا عند مدخل الحجاب نطلب حضورك يا رب نطلب حضورك نبتغي تتويجك فاقبل تسبيحك
رب ألتمس وجهك تاركا خطيئتي رافعا لك الصلاة فدموعي وعطشي لبرك وارتوائي عندك وصلي ربي لقدس الأقداس خذني ربي بدا بالحمام أشكرك من أجل حضورك في هذا المساء يا سيد الرب. أشكرك لأنك حاضر من بداية اجتماعنا. أشكرك من أجل حضورك في وقت صلاتنا وعبادتنا. أشكرك الليلة لأنك هتكمل مع كل حد فينا. عندي إيمان الليلة يا رب تتمشى بين الصفوف وتلمس كل حد فينا على حدة. عندي إيمان وثقة يا رب الليلة أن كل نفس بتشاهدنا وكل نفس بتشوفنا الآن تتعامل معها وتوصل معها الآن بالروح القدس في اسم الرب يسوع المسيح. زيارة لكل نفس بتشاهدنا في كل مكان الآن يا روح الله، منتظرين الليلة زيارة خاصة من قبل السماء لكل حد فينا على حدة. يا رب ليتك تباركنا في هذا المساء وتوسع تخومنا في اسم الرب يسوع المسيح. نقول لك مع عبدك لن نطلقك إن لم تباركنا، لن نطلقك إن لم تباركنا. كرامة ومجد ليك يا سيد رب، كرامة ومجد ليك. أشكرك أشكرك لأن مكتوب عنك سامع الصلاة وإليك بيأتي كل بشر. كمل معانا يا سيد الرب، كمل معانا وقت تسبيحنا، كمل معانا وقت الكلمة في هذا المساء. منتظرينك منتظرينك منتظرينك. أصلي مع داود وأقول انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي وجعل في فمي ترنيمة جديدة تسبيح لإلهنا. في اسم الرب يسوع المسيح بنصلي، أثق بالإيمانك دايما تسمع وتستجيب لي كل المجد. أمين. تفضل ارتاح. مزمور 27 لداود تقول كلمة الرب: الرب نوري وخلاصي فممن أخاف؟ الرب حسن حياتي ممن ارتعب؟ عندما اقترب لي الاشرار لياكلوا لحمي مضايقي واعدائي عثروا وسقطوا. ان نزل علي جيش لا يخاف قلبي، ان قامت علي حرب ففي ذلك انا مطمئن. وحده سالت من الرب ويا هل تمس ان اسكن في بيت الرب كل ايام حياتي لكي انظر الى جمال الرب واتفرس في هيكلي. عدد 7 تقول كلمه الرب: استمع يا رب بصوت ادعو فارحمني واستجب لي، لك قال قلبي قلت اطلب وجهي، وجهك يا رب اطلب لا تحجب وجهك عني. استمع يا رب بصوت ادعو فارحمني واستجب لي، لك قال قلبي قلت اطلب وجهي، وجهك يا رب اطلب. جايين مع داود الليله يا رب طالبين وجهك، طالبين حضورك. كم حد جاي شعب ربي مستني الرب النهارده؟ كم حد جاي محتاج لمسه من قبل السماء؟ عشان كده تعال نقول له مع كاتب الترنيمه جاي طالبين حضورك انت وحدك يا رب. انا طالب حضورك ولذه رضاك، تملاني بنورك الليله. المكتوب الرب نوري وخلاصي فممن اخاف، تملاني بنورك بالقرب معاك. العدد الاول يقول انا طالب الليله اتغير، كلنا كلنا نتغير الا تلك الصوره عينها، من مجد الى مجد ومن قوه الى قوه. انا طالب اتغير لشخصك، اتغير وان كان حبي صغير النهارده، لمسه منك يا رب، لمستك تروي قلبي. هيستناك منتظرينك، طلبوا يكون معاك، حبك لا سواك هو اللي هيش فيه. أنا طالب حضورك. يلا نشترك مع بعض. أنا طالب حضورك ولذة رضاك، تملاني بنورك بالقرب معاك. أنا طالب حضورك ولذة رضاك، تملاني بنورك بالقرب معاك. أنا طالب أتغير لشخصك أتغير، وإن كان حبي صغير لمسيتك تروي قلبي. استناك طلب يكون معاك، حبك لا سواك هو اللي يشفيك. أنا طالب أتغير لشخصك أتغير، وإن كان حبي صغير لمسيتك ترويه قلبي. يستناك
طلبي يكون معك، حبك لا سواك هو اللي عايش فيه. أنا طالب حضورك ولذة رضاك، تملاني بنورك في القرب معاك. أنا طالب حضورك ولذة رضاك، تملاني بنورك في القرب معاك. قربك مجد تاني في عشرتك أغاني، حبك لي معاني قلبي بيتهجاك. جلسة بين إيديك وسجودي لديك، نظرة من عينيك كل قربك مجد تاني يا رب. قربك مجد تاني في عشرتك أغاني، حبك لي معاني قلبي بيتهجاك. جلسة بين إيديك وسجودي لديك، نظرة من عينيك كل ما أنا طالب حضورك. أنا طالب حضورك ولفة رضاك، تملاني بنورك يا سيد الرب. أنا طالب حضورك ولفة رضاك، تملاني بنورك بالقرب معاك. يا أبرع جمال ليك مجد وجلال، حبك فاق الخيال عنوان الصليب. ما لم طار عين أو تسمع بي أذان أو يخطر ببال حبك. يا أبرع جمال، يا أبرع جمال ليك مجد وجلال، حبك فاق الخيال عنوان الصليب. ما لم طار عين أو تسمع بي أذان أو يخطر ببال حبك. يا حبيب أنا طالب حضورك ولذة رضاك، تملاني بنورك بالقرب معاك. أنا طالب حضورك ولذة رضاك، تملاني بنورك بالقرب معاك. يا نهر السباحة خبت خمري وراحة، يا محول المناحة في قلبي بإيديك. لا للركبة إلا لا للحاقوين، بل بقرب قلبك عبرني إليك. يا نهري سباح بتخمري وراحة، يا محول المناحة في قلبي بيديك. لا للركبة لا 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 للحاقوين، بل بقرب قلبك عبرني إليك. أنا طالب حضورك ولذة رضاك، تملاني بنورك بالقرب معاك. أنا طالب حضورك ولذة رضاك، تملاني بنورك بالقرب معاك. يا أبرع جمال ليك مجد وجلال، حبك فوق الخيال عنوان الصليب. لأن مكتوب كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن فهي قوة الله. لينا قوة في الصليب الليلة يا شعب الرب، لينا قوة في الصليب لكل حد بيشوفنا الليلة. تعالوا نستخدم القوة اللي لينا في الصليب الليلة ونقول يا رب اشكرك من أجل صليبك. لولا صليبك ما أبقت لينا حياة هنا على الأرض. أجرة الخطية كانت موت، لكن حمل كل الموت واللعنة في الصليب. إلهنا إله صالح، إلهنا إله عظيم. عشان كده كاتب الترنيمة الجاية يقول له أنا حي بيك، أنا موجود عشان صليبك. أنا حي بيك يا شمس الحياة، متكون من تراب لكن روحي فين؟ في الإله. يا من صنعتني وسكنت فيا، وشيء بيشدني من أرضي من أرضي لسه. يا محلا يا سيد رب، تسبيح إنسان سابح لله. مكتوب بتسبيح الرب ينطق فمي وليبارك كل بشر اسمه القدوس. ما ينفعش نرنم الكلمات دي وإحنا قاعدين، لكن تعالوا نقف قدام ونقول له يا محلا تسبيح إنسان سابح لله. يا محلاك يا رب، وإحنا جايين موجودين في محضرك نسبحك لأنك تستحق منا كل تسبيح. أنا حي بيك، أنا حي بيك يا شمس الحياة. يلا قدم التسبيح لي. أنا حي بيك يا شمس الحياة، متكون من تراب وروحي في الإله. أنا حي بيك يا شمس الحياة، متكون من تراب وروحي في الإله. يا من صنعتني، يا من صنعتني.
سكنتي فيها وشي بيشدني من أرضي للسماء يا من صنعتني سكنتي فيها وشي بيشدني من أرضي للسماء ويا يا محلى تسبح إنسان سامح لله في مرآة شايف واخد رايح لله ويا محلى تسبح إنسان سامح لله في مرآة تكوين ومصيري موجود بكلمتك شاهيك وزفيري مرهون من اسمتك وتكوين ومصيري موجود بكلمتك قولي أنا بحبك تلاقيني كل عندك وما ترجعني لي هرجع واشتاق قولي يا رب قولي أنا بحبك تلاقيني كل عندك وما ترجعني لي هرجع واشتاق اسألني فين تلاقيني في اتجاه وجهك ولاقي عين مفتوحة بالصلاة في الحضرة اسألني فين تلاقيني في اتجاه وجهك ولاقي عين مفتوحة بالصلاة مطرح ما القلب ساكن بسكن على رجاء تتغير الأماكن والبس سكن السحاب يا رب مطرح ما القلب ساكن بسكن على رجاء غير الأماكن والبس سكن السماء ويا يا محلى تسبح إنسان سامح لله في مرآة شايف واخد رايح لله ويا يا محلى تسبح إنسان سامح لله في مرآة شايف واخد رايح لله شيء جواه بيزيد ويفيد ويقول الله يا سافر بيا نورك وذوق في الرحلة شيء من الحق في حضورك يشبعني في الطريق وسافر بيا نورك وذوق في الرحلة شيء من الحق في حضورك يشبعني في الطريق واهب وانا بغني في دواير من ديار يرقص قلبي وكأني طفل في ايدين ماما واهب وانا بغني في دواير من ديار يرقص حلو كأني طفل في ايدين ماما ويا يا محلى هللويا في مرآة عملني كائن بيعيش على الحب فيك ويتدفى المهابة ويروح بمخافة ليك حبك عملني كائن بيعيش على الحب فيك ويتدفى المهابة ويروح بمخافة ليك كمراتك تحمي قلب العابد من أي موت لما يريدك ويقبل يموت حب في سكوت جمراتك جمراتك تحمي قلب العابد من أي موت لما يريدك ويقبل يموت حب في سكوت ويا يا محلى وافرحي وهللي
وأوسعي خيماتي وامتدي وامتلكي. ترنمي ترنمي وانشدي وافرحي وهللي. وأوسعي خيماتي وامتدي وامتلكي. أنا هو معزيكم، أنا هو الحي إلى الأبد. أنا هو معزيكم، أنا هو الحي إلى الأبد. استيقظ يا مفدية انفكي وعودي من سميك. أنا هو معزيكم، أنا هو الحي إلى الأبد. إلى الأبد أنا هو معزيكم، أنا هو الحي إلى الأبد. لا أنساك أبدا يقول رب، لا أنساك أبدا، على كفي نقشتك. أسوارك دائما أمامي فأنزلي، لا أنساك أبدا، على كفي نقشتك. أسوارك دائما أمامي فأنزلي. أنا هو ترنمي وانشدي وافرحي وهللي. وأوسعي خيماتي وامتدي وامتلكي. أنا هو معزيكم، أنا هو الحي إلى الأبد. إلى الأبد أنا هو معزيكم، أنا هو الحي إلى الأبد. ترنمي وانشدي وافرحي وهللي وأوسعي خيمتك. ده كلام الرب لينا النهارده يا شعب الرب، موجودين هنا عشان نسبح. وقال عنه داود في مزمور 34 وعدد 1: أبارك الرب في كل حين. ليه؟ لأن دائما تسبيحه في فمي. أبارك الرب في كل حين لأن دائما تسبيحه في فمي. بالرب تفتخر نفسي، يسمع الودعاء فيفرحون. عظموا الرب معي ونعلي اسمه معا. ده الهدف اللي احنا عايشين عشانه، جايين عشان نسبحه، جايين عشان نقدم ليه كل الصلوات والتسبيحات. لان الهنا اله صالح، الهنا اله عظيم، الهنا اله قدير، ملك كبير على كل الالهه. مكتوب عنه انه كمان في العلا اقدر. عشان كده بكل سرعه كاتب الترنيمه الجاي بيقول: بركتك شفاهنا يا الهنا، والقلوب الساجده يا رب على المراحم والأمانة والمحبة الغامرة. نقدر نقول يا شعب الرب الليلة مع المختبر: صغير أنا عن جميع ألطافك يا رب، وعن الأمانة التي صنعتها إلى عبدك، وعن الأمانة التي صنعتها إلى عبدك. ننسى إزاي اللي قلنا عليه شر كبير، لكن شفنا إزاي تحول لينا بعنايتك للخير. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا بالخير للذين يحبون الله. كل شيء بيحصل النهاردة لينا لخيرنا، كل شيء بيحصل في حياتك انت داخل بيه النهارده حتى لو انت شايفه صعب وبتتذمر عليه، ده لخيرك. ونحن نعلم ان كل الاشياء الحلوه والمره اللي شايفينها مستحيله
برضو ده خير ليك. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل مع للخير للذين يحبون الله. بركتك شفهنا يا إلهنا والقلوب والقلوب السيدة. يلا نسبح له أنه إلهنا يستحق منا كل تسبيح في هذا المساء.
مطمئنين لك في الطريق. هللويا سحوا الرباب ويدعوت ويبقى الآلام بالفرح يا شعب الإله علو أحلى الجنة. واصبحك هللويا سحوا الرباب ويدعوت ويبقى الآلام بالفرح يا شعب الإله علو أحلى الكلمات. متشكرين على كل شيء مطمئنين لك في الطريق. ابن الله الحي ما بين قولوا مبارك الآن باسم الرب وغنوا صلى فهو الملك الآن. يسوع ابن الله الحي ما بين ابن الله الحي ما بينا ابن الله الحي ما بينا قولوا مبارك الآتي باسم الرب وغنوا صلى فهو الملك الآتي. المجد لك يا محب البشر المجد لك يا ربي كل المجد. الرب في وسطك كبر للخلاص واستني راه جالك مجدك واعلني للناس. قوم يا كنيسة الرب في وسطك كبر للخلاص واستني راه جالك مجدك واعلني للناس. المجد لك يا محب البشر المجد لك يا ربي في كل المجد يا رب. أسقمنا وشال أمراضنا في جسده على الصخيف والأوجاع اتحمل عنا عشان نفرح ونطيب. قد أسقمنا وشال أمراضنا في جسده على الصخيف والأوجاع اتحمل عنا عشان نفرح ونطيب. المجد لك يا محب البشر المجد لك يا ربي في كل المجد. فينا مبشر المساكين يشفي اللي انكسرت قلوبهم ويرد التايهين. ده الراعي اللي بيسأل فينا مبشر المساكين يشفي اللي انكسرت قلوبهم ويرد التايهين. المجد لك يا محب البشر المجد لك يا ربي العالمين. المجد لك يا محب البشر على كل الأشياء يحيي الموتى ويفضل سامي بخلاص الأحياء. بالشضايا الرب القادر على كل الأشياء يحيي الموتى ويفضل سامي بخلاص الأحياء. على المرضى شفينا يا شمس الإبراء واتحنن بالنعم علينا غيرك ملنا رجاء. حط ايديك على المرضى شفينا يا شمس الإبراء واتحنن
كانت تخرج منا وتشفي الجميع، وانت اليوم في وسطنا وعندك احتياج القطيع. هو كانت تخرج منا وتشفي الجميع، وانت اليوم في وسطنا وعندك احتياج القطيع. المجد لك يا محب البشر، المجد لك يا ربي يسوع المسيح، المجد لك يا محب البشر، المجد لك يا ربي يسوع المسيح. امين. تعالوا نصلي مع بعض مره ثانيه. تعالوا نقول لوحدك الليله تاخذ كل المجد والكرامه. المجد لك يا محب البشر، المجد لك يا ربنا يسوع المسيح. الليلة يا رب قوة تخرج منك لكل حد فينا، هو كانت تخرج منك وتشفي الجميع، وانت اليوم في وسطنا، وانت اليوم في وسطنا، انت موجود وحاضر هنا في هذا المكان يا سيد الرب، وعندك احتياج كل القطيع. تكلم إلينا في هذا المساء، تكلم إلينا في هذا المساء يا رب، تكلم ونحن عبيدك سمعين. افتح قلوبنا الليلة يا رب، افتح قلوبنا الليلة عشان تستقبل كلمتك بفرح، وافتح أذهاننا على نعمتك ومحبتك وصليبك في هذا المساء في اسم الرب يسوع المسيح. لكونك شديد القدرة في هذا المساء يا رب، لكونك شديد القدرة لم يفقد أحد منا من حضورك ومن نعمتك ومن محبتك ومن تحريرك ومن غفرانك ومن سلامك. وعدك القائل سلامي أترك لكم، سلام أعطيكم، ليس كما يعطي العالم سلام أعطيكم أنا. افتحون إيمان الليلة عشان نشوفك، افتحون إيمان الليلة عشان نشوفك ونراك ونقول حقا قد رأينا الرب وقد عظم العمل معنا. أرينا مجدك وكفانا يا سيد، أرينا مجدك وكفانا يا سيد. دع عبدك المتكلم في هذا المساء كلمة ممسوحة بروح القدس لكل حد فينا. ننتظرك، 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 ننتظرك يا من بدأت معنا في وقت صلاتنا وتسبيحنا، ننتظرك في وقت الكلمة. تكلم يا من لك سلطان، تكلم لكل نفس ولكل قلب فينا في هذا المساء في اسم الرب يسوع المسيح. بنصدق انك سمعت واستجبت لي كل المجد. امين. حياتنا مشروع الهي رسمه وخططه مهندس الكون كله شخص ربي يسوع. المولد السوهاج، النشأة المنيا، الزواج القاهرة، ودي كانت آخر كلمات بنتكلم فيها مع بعض من دقائق. لكن خطة بعد ما رب باركه في خدمات رائعة داخل جمهورية مصر العربية، رب خطفه علشان يخدم خدمة مختلفة في الكويت. خلينا نصلي علشانه الليلة. رب يعطيك كلمات السماء ويستخدمه في كنيسته في الكويت، ويجعل من حياته علم راية ليصنع بيه آثار للأجيال لا على رمال. بنصدق ان رب يقدر يباركه بصورة خاصة. بنصلي علشانه مع خادم الرب الفاضل جناب القس يوسف بخيت راعي الكنيسة العربية بالكويت، ليعطيه رب كلمات السماء. امين. امتياز عظيم أن أكون موجود وسطكم أحبائي في هذه الكنيسة المباركة بقيادة الأب المحبوب والمعروف لكل العالم الأب باسيليوس. وعندما جاء إلينا الكويت باركه الرب بركة غير عادية، واستخدمه الله بقوة فائقة. أحسسنا أن المجد من خلاله يتلامس بالأرض، مصلين أن يجعله الرب
بركة لكل الأرض ولكل العالم. امتياز أن يقدمنا أخويا الفاضل جناب الدكتور القس جوزيف ويليام ليكون متكلما معكم بكلمة الحياة. وضع الرب على قلبي أن أقرأ لكم كلمات سطرها الوحي المقدس في العهد القديم في سفر الملوك الأول الأصحاح 20. سفر الملوك الأول أصحاح 20. وجمع بنهدد ملك أرام كل جيشه واثنين وثلاثين ملكا معه وخيلا ومركبات، وصعد وحاصر السامرة وحاربها، وأرسل رسلا إلى أخاب ملك إسرائيل إلى المدينة وقال له: هكذا يقول بنهدد: لي فضتك وذهبك، ولي نساؤك وبنوك الحسان. فأجاب ملك إسرائيل وقال: حسب قولك يا سيدي الملك، أنا وجميع مالي لك. فرجع الرسل وقالوا: هكذا تكلم بنهدد قائلا: إني قد أرسلت إليك قائلا أن فضتك وذهبك ونساءك وبنيك تعطيني إياهم. فأتى في نحو هذا الوقت غدا أرسل عبيدي إليك فيفتشون بيتك وبيوت عبيدك، وكل ما هو شهي في عينيك يضعونه في أيديهم ويأخذونه. فدع ملك إسرائيل جميع شيوخ الأرض وقال: اعلموا وانظروا أن هذا يطلب الشر، لأنه أرسل إلي يطلب نسائي وبني وفضتي وذهبي ولم أمنعها عنه. فقال له كل الشيوخ وكل الشعب: لا تسمع ولا تقبل. فقال لرسل بنهدد: قولوا لسيد الملك إن كل ما أرسلت فيه إلى عبيدك أولا أفعله، وما هذا الأمر فلا أستطيع أن أفعله. فرجع الرسل وردوا عليه الجواب. فأرسل إليه بنهدد وقال: هكذا تفعل بي الآلهة وهكذا تزيدني، إن كان تراب السامرة يكفي قبضات لكل الشعب الذي يتبعني. فأجاب ملك إسرائيل وقال: قولوا لا يفتخرن من يشد كمن يحل. فلما سمع هذا الكلام وهو يشرب مع الملوك في الخيام قال لعبيده: اصطفوا. فاصطفوا على المدينة. وإذا بنبي تقدم إلى أخاب ملك إسرائيل وقال: هكذا قال الرب: هل رأيت كل هذا الجمهور العظيم؟ هأنذا أدفع ليدك اليوم فتعلم إني أنا الرب. فقال أخاب: بمن؟ فقال: هكذا قال الرب بغلمان رؤساء المقاطعات. فقال: من يبتدي الحرب؟ فقال: أنت. فعد غلمان رؤساء المقاطعات فبلغوا 232، وعد بعدهم كل الشعب كل بني إسرائيل 7,000، وخرجوا عند الظهر وبنهدد يشرب ويسكر في الخيام هو والملوك 32 الذين ساعدوا. فخرج غلمان رؤساء المقاطعات أولا وأرسل بنهدد فأخبروه قائلين: قد خرج رجال من السامرة. فقال: إن كانوا قد خرجوا للسلام فامسكوهم أحياء، وإن كانوا قد خرجوا للقتال فامسكوهم أحياء. فخرج غلمان رؤساء المقاطعات هؤلاء من المدينة هم والجيش الذين وراءهم، وضرب كل رجل رجله. فهرب الأراميون وطاردهم إسرائيل، ونجى بنهدد ملك أرام على فرس مع الفرسان. وخرج ملك إسرائيل فضرب الخيل والمركبات وضرب أرام ضربة عظيمة. أمين. أحبائي، عندما ننظر إلى هذه القصة التاريخية كأنها لا تعنينا في شيء، لكن الذين يركزون معي قد تكون هي قصتي أو قصتك، قد يكون هو حياتي وحياتك، رغم أنها شكلها قصة تخص شعب الله في العهد القديم. لإيضاح الفكرة، كان في ملك اسمه بنهدد عمل تحالف مع 32 ملك تاني، فبعدد الدول المتحالفة مع بنهدد 33 دولة، مملكة بنهدد و32 ملك تاني معاه، وبدأوا يدخلوا معارك ويحققوا انتصارات.
وجاء الدور على شعب الرب، فأرسل بنهدد رسلا يقول للملك أخاب ملك شعب الرب ويقول له احنا عايزين الفضة والذهب والنساء. بدأ زي بدأ أخاب وافق على طلب الملك بنهدد. ثم أرسل بنهدد مرة أخرى لأخاب قال له الموضوع مش مختص ببيتك بس، لا ده مختص بكل المملكة، ده مختص بكل الشعب. قال له الأمر الأول أنا وافقت عليه، لكن علشان يبقى كل المملكة يبقى لازم أجمع الشيوخ ورؤساء الشعب وأقدر أدي لك قرار. فجمع الملك أخاب رؤساء الشعب والشيوخ وقال لهم الملك بنهدد بيتعرض إلينا بالشر، طلب فضة وطلب نسائي وطلب ذهب. أنا قلت له أوكي تحت أمرك، طلباتك أوامر، لكن لما أنا وافقت له طلب أعمق من كده، وهو عامل تحالف مع 32 مملكة تانية وإحنا مش قده، فعاوز يدخل ويمتلك الذهب والفضة والنساء وأضاف شيء رابع وكل ما هو شهي وحسن في عينيك. فما رأيكم أيها الشعب؟ ما رأيكم أيها الشيوخ؟ فكان جواب الشيوخ والرؤساء على الملك أخاب إنه لا تسمع ولا تقبل، لا تسمع ولا تقبل. وده عنوان رسالة الرب لنا في هذا اليوم، لا تسمع ولا تقبل، أو بقدر أحطه في صيغة أخرى، لا تسمح لعدوك أن يفتش بيتك، لا تسمح لعدوك أن يفتش حياتك، لا تسمح لعدوك أن يفتش مدينتك، لا تسمح لعدوك أن يفتش في خدمتك، ما تسمحلوش، لا تسمح ولا تقبل. قال طب كده هندخل في معركة هنحارب، قالوا نحارب. طب ده هو عامل تحالف 33 دولة 33 ملك متحالفين واحنا لوحدنا ما عندناش حد يتحالف معانا. قام نبي وتكلم بكلمة نبوة وقال للملك أخاب هكذا قال الرب، انت شايف الجمهور العظيم ده؟ شايف 33 ملك اللي عاملين التحالف دول؟ أنا بدي لك نصر عليهم، ها أنا ذا أدفعهم اليوم ليدك فتعلم إني أنا الرب. قالوا طب مين يبدأ المعركة؟ نستناهم لما يبدأ يحاربونا وبعدين نرد إحنا. قال لا أنت اللي تبدأ المعركة. طب بمين؟ بقادة الجيش المدربين على المعارك السابقة؟ قال لا برؤساء المقاطعات اللي لسه داخلين الجيش جديد اللي ما عندهمش خبرات المعركة. أحصوهم وعدوهم ودخلوا إلى المعركة. وأعطى الرب خلاصا غير عاديا. أعتقد أصبحت القصة سهلة وواضحة. وأضع ملاحظتين في عجالة من الوقت في هذه الليلة، بنهدد والتهديد، والملاحظة الثانية الوعد بالنصر أكيد. الملاحظة الأولى بنهدد والتهديد. إيه طلبات بنهدد؟ كلمة بنهدد مقسمة من كلمتين بن وهدد، ومعناها ابن إله قدير. والشيطان نفسه بيوهم نفسه إنه إله هذا الدهر وإنه ليه سلطان وإنه يقدر يعمل آيات وعجائب. والحقيقة الشيطان أيوة قدر يعمل آيات وعجائب. لما ترجع لسفر الخروج لما وقف أمام موسى وهارون عند الملك فرعون راح جاب اثنين، واحد اسمه يمريس والثاني يمبريس، ذكر اسمائهم الرسول بولس، وقعدوا يعملوا نظرة وقعدوا العرافين والصحراء يعملوا ثلاث آيات ومعجزات زي ما كان بيعمل موسى وهارون بالضبط. فالشيطان بيظهر نفسه انه يقدر يعمل، وده مرات يجعل المؤمن مش عارف طب انا مش قد القوة الشريرة دي، انا مش قده، انا طب هعمل ايه، هتصرف ازاي. خد بالك معايا ارجوك، احنا مرات كتير قوي في حياتنا الروحيه لما تبدا المعركه من ابليس علينا نبدا احنا نحارب. خدوا بالكم النبى الذي تنبا للملك اخاب، قال له مين الذي يبتدي المعركه؟ نستنى لما بنهدد هو اللي يجي يحارب ولا احنا اللي نروح نحارب؟ قال النبي انت الذي تبدا المعركه.
وفي بنهدد والتهديد بنهدد ليه أربع طلبات. ليه كم طلب؟ معايا؟ أربعة. أول طلب طلب الفضة والذهب، والفضة والذهب تشير إلى البركة المادية. الطلب الثاني، حد فاكر بعد الفضة والذهب؟ النساء. والنساء طالب معناه إنه عاوز يصنع خلافات زوجية. والطلب الثالث، حد فاكر إيه كمان؟ البنون. عاوز يعمل مشاكل عائلية داخل البيت بين الولاد وبين بعضهم. والطلب الرابع، كل ما هو شهي وحسن في عينيه. يعني ايه؟ يعني بنهدد الطالب كل ما هو ملكات وهبات، سواء طبيعية أو معجزية الله ادهالك، بدل ما تستثمرها في الملكوت عاوز ياخدها بنهدد علشان يستخدمها ليه. عشان كده أرجوك النهاردة قف موقف الجبار كشيوخ بنو إسرائيل، مش كأخاب الذي باع نفسه لعمل الشر في عيني الرب ومستسلم طلباتك يا مستر بنهدد تحت أمرك، أنت تؤمر وإحنا سمعا وطاعة. مرات كتير قوي بنعمل مع العالم، مع الظروف اللي من حوالينا بنعمل كده، لكن الله في هذه الليلة بيقول للمؤمنين في كل مكان في العالم لا تسمح لعدوك أن يخترق أرض حياتك، ما تسمحلوش. قف كبطل، قف كجبار وقول له لا. أول حاجة طالبها طالب إيه؟ الفضة والذهب. أول حاجة إبليس عايز يسلب المؤمنين البركة المادية اللي موجودة على حياتكم. أحبائي دعوني أخاطب الكل سواء موجود معي في الاجتماع أو قدام الشاشة، ألم يكن في مرات كثيرة كمؤمنين بسبب الضغوط المادية إحباطات، ويجي الشيطان يرمي روح شكاية ويقول لك فين الرب إلهك؟ طب عملت إيه في الأزمة المادية الفلانية؟ طب عملت إيه في الموقف الفلاني؟ طب فين الرب إلهك اللي بتقول إنه إله الآيات والمعجزات؟ ألم يتخلى عنك الرب؟ أديك في محنة قادر تتصرف، أديك في مشكلة تعمل فيها إيه؟ يريد أن يسلب البركة المادية، عايز الفضة والذهب. لما ترجع لكلمة الرب في العهد القديم، انتوا عارفين مين اللي قال ليه الفضة والذهب؟ تعرفين مين اللي قالها؟ الرب. يقول الرب ليه يا رب الجنود؟ يقول ليه يا رب ليه الفضة والذهب؟ طب وبنهدد يقول ايه؟ عايز الفضة والذهب. بدل ما المال نستخدمه لخدمة الله والملكوت، إبليس عاوز يعمل ايه؟ عاوز يسرقك، عاوز يسرق شغلك، عاوز يستنزفك بشكل غير عادي. صدقني صدقني أرجوك أنك تصدق إن إبليس عاوز يسلب حياتك فتبقى محبط وعايش حياة الفقر والعوز. دعوني أخاطب كل المؤمنين في كل مكان في العالم، إن مجيء المسيح لأجل العالم إنه يملأ لهم كل احتياج. أتيت لتكون لكم حياة وليكن لكم أفضل. خطة الله لك، اللي بيطعم الكون كله، اللي بيهتم بطيور السماء، اللي بيهتم بالحيوانات البرية، اللي بيطعم السمك في البحر بأنواعها وأشكالها، ده يبقى أبويا، كيف لا يهتم بي؟ ألم يقل لنا الرب يسوع انظروا إلى طيور السماء أنها لا تزرع ولا تحصد، لكن أبوكم السماوي يعمل إيه؟ يقوتها. مين مهتم بيها؟ يبقى أبويا. إبليس عاوز يسلب ده. طب يسلبه إزاي؟ خدوا البالكم أرجوكم، احنا مرات بندي المفتاح لابليس يسرق. تعرف امتى؟ لما تاكل حق الرب في العشور والتقدمه. في حق للرب اسمه العشور والتقدمه، مش العشور بس، وتجيبه لبيت الرب ولخدمه الرب. لما تاكل حق الرب انت بتقول لبنهدد تعال اتفضل فتش زي ما انت عايز. كم من مرات فينا حسيته بسلب؟ مره مشاكل في الشغل وسلب مادي في الشغل وخسائر في الشغل، مرة خسائر في الصحة وصرف قد كده بالألاف، مبالغ طائلة طالعة على الدكاترة وإشاعات وتحاليل وفحوصات ومش موصل لنتيجة، وانت مش عارف السبب. السبب انت قلت البنهدد أهلا وسهلا بيك زي ما قال أخاب، فبنهدد جاي ياخد الفضة والذهب تحت مصاريف منطقية ما تشعرش بيها. لكن لو وقفت وأعلنت قلت بنهدد أنا بعيش في بركة الرب، لأن إلهي أمر بعزي، إلهي أمر لي بالبركة، يباركك الرب في دخولك وفي خروجك، تخلص وتجد مرعى
عشان كده أول حاجة طالبها بنهدى الطالب إيه؟ الفضة والذهب. النهاردة لو حد عليك ضغط مادي، اسمح لي أقولك، مش بقولك إنك لازم تبقى عندك رصيد في البنك ويبقى عندك حساباتها الأبد، لا مش هو ده، لكن عايزك تبقى عايش. لو ما عندكش رصيد في البنك، عندك غربان الله يعرف ربنا يبعتها لك وتعولك. لو ما عندكش غير دهنة زيت، دهنة الزيت تملأ الأوعية وتسدد الديون اللي عليك. لو ما عندكش غير يا دوبك تعمل كعكة واحدة كما قالت الأرملة الإلية نأكلها ونموت، يقول لك وارد دقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص. الملوك جعانين، الرؤساء الوزراء جعانين مش لاقين ياكلوا، والمؤمنين القديسين أرملة عايشة في عز الله وفي خير إلهك. أعلن اليوم أنك كل أمورك المادية تحت سلطان الله، تحت يد الرب القادر على كل شيء. أعلن حياتك أنا بعيش في بركات الله اللي الله ذخرها لي في حياتي. هذا أول حاجة بنهدد عاوز يسلبها، يسلب البركة المادية. طلب الثاني طلب إيه؟ النساء. طب ليه ما طلبش الرجالة يعني؟ شمعنا الستات؟ يمكن واحد يقول لأن الستات جمال فعايزين الستات، أو لأنه الجنس اللطيف أو الحنين، أو لأنها المرأة الضعيفة يعني. أرجو أن تفهموا المرأة مش ضعيفة، اللي بيقول المرأة ضعيفة يبقى فاهم غلط. يقول طب الكتاب قال عنه الإناء كالأضعف. كلمة الإناء كالأضعف في اللغة اليونانية تعني الأكثر رقة، إناء رقيق، مش معناها ضعيفة. تعالوا بينا نشوف مين المحتاج حد يساعده، القوي ولا الضعيف؟ الضعيف. الله لما تكلم لآدم قال اعمل اصنع له معينة، يبقى مين المحتاج لمعينة، الرجل ولا المرأة؟ الرجل هو المحتاج لمعينة، ومعينة تكون نظيره. نفس كلمة معينة المستخدمة في اللغة العبرية في سفر التكوين هي نفس كلمة معين اللي استخدمها الرب لشعبه في مزمور 121 لما بيقول أرفع عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب. يبقى الرب أعطى المرأة دورها من دور مين؟ من دور الرب. رب أعطى للرجل دور يختلف عن دور المرأة، وأعطى الرب المرأة دور يختلف عن دور الرجل، وقصد أن تكون الأدوار متخالفة، مش علشان نتناحر ومش عشان نتخانق وندب خناقة كل يوم، لا عشان نتكامل كل يوم، عشان نكون مكملين بعضنا لبعض. ليه بن هذا الطالب النساء؟ ليه إبليس لما راح لآدم في الجنة، أنتوا عارفين آدم وحواء في الجنة كان اسمهم إيه؟ آدم. حواء ما كانش اسمها حواء، اللي سماها حواء عارفين مين؟ آدم مش الله. أمال حواء كان اسمها إيه عند الله؟ كان اسمهم هما الاثنين آدم. ارجع لتكوين 5 ولتكوين 1 لما اتكلم عن خلق الإنسان، ودعا اسمه خلقه ذكرا وأنثى، ودعا اسمه آدم. عشان كده الله لما كان بيروح للجنة وينادي آدم ما كانش بيقصد الرجل بس، كان بيقصد مين؟ الاثنين جسد واحد. عشان كده الله بيتعامل مع الزوج والزوجة مش اثنين، بيتعامل معاهم جسد واحد. طيب ليه راح لحواء؟ ليه ابن هذا الطالب المرأة؟ ليه ليه ليه؟ أقول لكم على حاجة، وأرجو من الأخوات وأرجو من الإخوة يفهموها صح، ومش لأني نصير للسيدات، لكن عايز أعطي بعدا روحيا نفهمه في بيوتنا علشان نقف كزوج وزوجة كجسد واحد قدام بنهدد اللي عاوز يدخل ويسرق البيت ويسرق علاقتنا ويسرق سلامنا ويسرق سعادتنا ويسرق انسجامنا ويسرق تواصلنا وتفاهمنا. بدل ما بنتفاهم ونتواصل نلاقي نفسنا نتخانق ونتشاجر. وأعداء الإنسان أهل مين؟ مرة حد بيسأل سؤال بيقول لماذا أوصى الكتاب المقدس على الرجل المسيحي أن يحب زوجته؟ عارفين ليه؟
قال لأن الكتاب المقدس أحبوا أعداءكم. وكأنه الناس عايزة توجد مخرج بآية إن مرات هي عدوتك. لا، أرجو أن تفهم إن مراتك مش عدوتك، أرجو أن تفهم إن جوزك مش هو عدوك. مال مين العدو؟ العدو الحقيقي اللي بيحاول يسرقنا هو إبليس، هو بنهدد جاي عاوز يعمل خلافات في البيت، مشاكل في البيت. وأنا في الجيش قريت حاجة مهمة قوي في استراتيجية المعارك. لو عايزين معركة تنتصر بجد، إذا نجح العدو إنه يضرب أول حاجة الرادارات بتاعة ملك العدو هيكسب المعركة. وإحنا هنا في مصر اللي دارسين تاريخ، سر النكسة الكبرى التي حدثت لنا كمصريين سنة 67 إن العدو نجح إن يدخل ويضرب الرادارات بتاعتنا المصريين. فقدر العدو يدخل بدباباته بطيرانه بيضرب يعمل اللي هو عايزه، واحنا مالنا مش شايفين حاجة لأن الرادار اتدمر. المرأة الرب قد ميزها بحساسية، عندما تكون هذه الحساسية أو الحاسة اللي أعطاها الرب ليها تحت سيطرة الروح القدس، تعرف تستشعر عن بعد تحركات العدو، وتقدر تروح تقول لشريك حياتها لأنه متحدين معا إن إبليس مخطط الأمر الفلاني، فيتحدوا معا. الزوج ينفع يقوم بدور المحارب فيقدر يحط الدفاعيات الروحية ضد العدو، والمرأة قدرت تستقبل كحساسية الروح القدس اللي موجودة عندها. لكن إذا المرأة استخدمت هذه الحاسة اللي بيسميها المجتمع الحاسة السادسة عند المرأة، مش مرات تبقى قاعده كده وتحسي في قلبك وتقول اكيد البنت عندها حاجه او الولد عنده حاجه او جوزي جرى له حاجه، وتفاجئي اللي حسيتي بيه تم، تقول حسيتي احساسي ما بيخيبش ابدا. خدوا بالكم يا اخوات من دي، خدوا بالكم اللي هقوله. ممكن تحس بده وتعملي حرب روحيه وتصلي من اجل اولادك ما حصل لهمش حاجه وتبطلي مفاعيل ابليس، وممكن لان عايزه تجربي الحاسه بتاعتك وتشوفي حسيتك مظبوطة ولا لأ، فتبقي مستنية بقى لما يرجع هل اللي حسيته صح ولا غلط، فييجوا تلاقي اللي حس ايه الحس حصلت واللي شعرت بيه تم، فيبقى في كل مرة تحس كده تلاقي بيحصل. فالنتيجة ان إبليس عارف نقطة مشاعرك ويدخل منها، لانك مش بتعملي حرب روحية ولا تشاركي شريك حياتك علشان تحموا حياتكم وبيتكم، فيدخل إبليس الممثل في بنهدد ويدمر العلاقات اللي موجودة في داخل البيت. واحنا مش عارفين ليه يا ممرات مشاكل، اسمحوا لي، لان احنا صدقنا الحاسه السادسه كمؤمنين وما اعلناش الحمايه الالهيه على بيوتنا، فحدثت خسائر وكوارث في حياتنا واحنا مش عارفين ايه اللي بيحصل. ومرات نقول طب ليه ربنا يعمل كده؟ لا، ربنا لما اعلن ليكي او اعلن لك بالحاسه الروحيه علشان تقدر تقف في وجه بنهدد وتقول له ممنوع الدخول، ممنوع الاقتراب، لا تسمح ولا تقبل. قول لي بنهدد ممنوع الاقتراب. عشان كده العدو عاوز يعمل ايه؟ يضرب الزوج والزوجة، يخليكم دايما في خلافات. في بعض المشورة بيقولوا كده، يعني رغم ان انا مش بأيدها قوي، ان مرات الخلافات الزوجية بين الزوج والزوج عاملة زي البهارات اللي تدي طعم للأكل. انا الحقيقة مش بأيدها. آدم وحواء في جنة عدن لو ما لم يحدث السقوط كانوا هيحتاجوا البهارات دي؟ كان هيبقى في بينهم خلافات، صح ولا لا؟ طب فداء المسيح عمل ايه؟ موت المسيح وفداءه علشان يفدي مين؟ مش عشان يفدي آدم. طب آدم هو مين؟ مش آدم يمثل الرجل والمرأة؟ ففدى الاثنين، مش فدى الرجل بس، فدى الاثنين، فدى الجسد الواحد. ولما فداه يبقى بيعيده للخطة الأصلية اللي الله رسمها له، وإن الله بيعيدنا للخطة الأصلية يبقى بنرجع للسعادة، بنرجع للسلام. فعلى كل زوج وزوجة، لو أنت النهاردة اسمح لي جاي متخانق مع مراتك، ما خليها النهاردة وإن الرب يتكلم إليك تروح وتقول لها الرب كلمني ما يصحش نخلي بنهدد داخل جوه البيت وعمال يخبط فينا. او لو انت موجوده النهارده والرب اشار اليكي، او لو بتسمعني وبتسمع هذه الرساله، ما تروح تجيب شريك حياتك وقول له تعالى النهارده نقول لبنهدد
ممنوع الاقتراب، لان بيتنا قدس للرب. كم واحد يحب يعلن بيته قدس للرب؟ ارفع ايدك للرب النهارده واعلن ده. يا رب انا ومراتي جسد واحد، انا وحياتي جسد واحد، انا وبيتي جسد واحد، مش هنسمح للعدو يفسد العلاقه بيني وبين شريك حياتي. في حاجه ثالثه بيعملها العدو، عايز ايه كمان؟ عايز الولاد. ابليس عارف ان مملكه منقسمه على ذاتها تعمل ايه؟ تخرب. تعال شوف مملكه صغيره، اسره مكونه من 4 افراد، بس الاسره دي تقسمت على حزبين، حزب الاب وحزب الام. حزب الام، الام حبت الولد الصغير النعوم الجميل اللي اسمه يعقوب، والاب حب الولد الرجل الشهم الشجاع بتاع الشغل وبتاع الحياه العمليه. اكيد عرفتوا مين. ايه رايكم للقسام داخل البيت ده؟ ادى الى ايه؟ ادى الى ايه؟ عداوه والقسام. بعد ما كان البيت بيتجمعوا مع بعض وياكلوا مع بعض ويتمتعوا بالحياه مع بعض، عيسو هرب من اخوه، يعقوب هرب من اخوه عيسو، والام اتحرمت من يعقوب، واتحرموا من اللمه الحلوه والقعده الحلوه والكلام حوالين الرب. ليه؟ لان نجح بن هدد يدخل يضرب البيت في العلاقات، يخلي الام تجاه ناحيه والاب تجاه ناحيه. وبدل ما انا ومرات نكون جسد واحد تجاه ولادنا علشان نربي ولادنا في الايمان، لا، كل واحد في حته. بينجح بن هدد يدخل وعاوز يسرق ولادنا، عاوز يسرق امكانياتهم، عايز يسرق قدراتهم، عاوز يحط فجوة بين الأب والأم وبين الابن والابنة وبين الأخ وأخوه، وتزيد الخلافات وتزيد المشاكل. ألم ينجح إبليس أن يسرق 2 إخوة، أول 2 إخوة؟ تخيلوا معايا، دين قايين يروح خارج من الصلاة، من العبادة، من المذبح، مقدم ذبيحة للرب، تقدمات وقرابين، والرب قال له يا قايين اصلح طرقك، يطلع من العبادة يعمل ايه؟ يقتل اخوه. تخيلوا معايا واحد طالع من الصلاة، طالع من الكنيسة، طالع من العبادة مع الله، هي العبادة تقول له اقتل؟ هو ربنا اللي كان بيصلي له وكان بيعبده كان بيقول له اقتل، ولا كان بيقول له توب وارجع لان في خطية رابضة اليك اشتياقها وانت تسود عليها؟ ادي اول 2 اخوات. نجح بن هدد يضرب الاخوات بالغيرة، لما يدخل الشرير بين الاخوات بالغيرة بيقتلوا بعض، بيدمروا بعض. لما يدخل الطمع في المال بين الاخوات بيكرهوا بعض، وبيقفوا قدام محاكم علشان ميراث وعلشان امور مادية تافهة تزيد ولا تنقص، تكتر ولا تقل، لان بينجح بن هدد يضرب في العلاقات. يا رب تعالى النهارده وصلح كل علاقه محطمه. نجح بن هدد يدخل ويفرق بين الاخ واخوه وبين الاخ واخته وبين الاب وابنائه، ويعمل مشاكل في البيت، والام تستشهد بالولاد والاب يستشهد بالبنات او العكس، وكل واحد عنده حججه القويه وعاوز يبرر موقفه. اسمحوا لي اقول لكم ان عدوكم، عدوك مش جوزك، عدوتك مش مراتك، اعدائكم مش ولادكم. عارفين مين عدوكم؟ ان ابليس خصمكم كاسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. حكي لكم حكايه، تحبوا الحكاوي؟ فمره كنت بحب مصارعه التيران. حد اتفرج على مصارعه التيران قبل كده؟ انا اتفرجت على مصارعه التيران كذا مره، بس في مره منهم كانت غريبه جدا. مصارعة التيران عبارة عن الميتادور، الراجل اللي بيمسك حتة القماشة ويحركها قدام الطور، فالطور يهيج ويبدأ الطور يضرب القماشة. الميتادور بيبقى ماسك سكينة أو الخنجر اللي هيقتل بيه الطور من وراه، فيفضل يدوخ الطور لغاية ما يجي هوب الوقت المحين ويجي ضارب الطور وينتصر الميتادور والناس تسقفه. لكن المرة دي شفت منظر مختلف بجد، كان حتة الطور بس ذكي جدا،
وبعدين وانا بدرس اكتشفت انا كنت متخيل ان الثور بيهيج من اللون الاحمر، طلع ان الثور عنده عمى الوان. امال ايه اللي بيغيظه؟ الحركه بتاعه القماشه، سواء لونها اسود لونها احمر لونها هيتغاظ منها هيتغاظ منها. فالثور يتغاظ فعمال يضرب في ايه بقى؟ في القماشه. الميتادور ده لما الثور ده لما بدا الميتادور يحرك القماشه راح سايب القماشه خالص خالص، وراح لها في لفه غريبه قوي، وراح راجع على الميتادور وبقرنيه وراح قاتل الراجل اللي ماسك حته القماشه. انا اتألمت ان الراجل اتضرب، ما اعرفش مات ولا حي ما تابعتش، لكن اتبسطت قوي من الثور. تقول لي اتبسطت ليه؟ هقول لك ليه. لان الشيطان مرات، سامحوني في التشبيه، ان يمسك ابليس حته القماشه يقول لك مراتك هي اللي بنرفزك، ما حدش بيجيب لك العصبيه غير مراتك، ما حدش يجيب لي غير النكد الا لما يدخل هو البيت يبقى مليان، بس يدخل هو ربنا ما يوريك. الشياطين دخلت البيت، انت اصل انت ما تعرفش جوز حضرتك القسيس. الولد الصغير يدخل البيت يخلي البيت جهنم ولعه. البنت الفلانيه، البنت الصغيره دي ولا البنت الوصانيه، اول ما تدخل البيت اوف وربنا ما يوريك، حاجه صعبه. ونفضل نلوم بعض ونمسك حته القماشه ونقطع في بعض ونمزق في بعض ونطحن في بعض ونكسر في بعض. والحقيقه حته القماشه ملهاش ذنب، قادر تشوف مين عدوك. عدوك هو اللي يجي يقول لك مراتك هي عدوتك. ابليس هو اللي يجي يقول لك جوزك هو اللي بيحاربك. العدو يجي يقول لكم انا عايز ولادكم. هل بتسهروا من اجل ولادكم من اجل بيوتكم؟ كم واحد مشتاق وياخد الوعود دي من الرب لبيته؟ يقول يشوع ابن نون اعبدوا ما انتم تعبدون، اما انا وبيتي. يا رب انا عايز اعلن بيتي وولادي سواء حرفيا او روحيا هم بيوت للرب، هم قدس للرب، هم عبيد للرب. اعلن ده في حياتك، ما تسمحش للعدو ان يدخل ويسرق ويدمر البيت ويدمر ولادك. اسمع ماذا يقول الرسول بولس لسجدان فيليبي: امن بالرب يسوع المسيح فتخلص لوحدك. قال له انت اهل بيتك ولا لوحدك؟ طب ليديا بائعة الإرجوان لما خلصت، خلصت لوحدها ولا وهي وأهل بيتها؟ صح ولا لا؟ عشان كده أنا عايزك تعلن بإيمان يا رب أنا وأهل بيتي للرب، بيتي كنيسة للرب. أنا مش هسمح لبنهدد يسرق حد من بيتي أو أولادي، أو بحسب وعد الرب في كلمته بنوك تلاميذ للرب. آخر حاجة عايزها العدو إيه هي؟ كل ما هو شهي وحسن في عينيك. ربنا عايزك كل الملكات والقدرات اللي عندك تستخدمها لخدمته. عندك قدرات ذكاء استخدمها لخدمة الرب. عندك قدرات ومواهب زي مزيكا، زي صوت حلو حسن زي أخونا المرنم الأخ إسحاق، نشكر رب لأجله، زي العازفين وجروب التسبيح اللي كان بيرنم حاجة رائعة، زي الإخوة الوافين على الكاميرات وبيخدموا، زي المؤمنين اللي بيخدموا في كل، قدرات حلوة رائعة بنخدم بيها الله. إبليس عاوز يعمل إيه؟ عاوز يسرق ده، عاوز يسرق البركة دي. صدقوني لو يعرف إبليس يدخل يسرق كل حاجة بتساعد على انتشار إنجيل المسيح هيسرقها. لكن عندما نعلن حماية المسيح على المواهب والملكات التي أعطانا بها الرب، هنعمل إيه؟ هنستخدمها وهنعلي التسبيح وهنخدم الرب بكل الإمكانيات والأفكار والهبات والمواهب التي أعطانا الرب إياها. يا رب النهاردة احفظ كل موهبة وكل عطية صالحة لكل أخ ولكل أخت يا رب، فكل منا يضرب الموهبة المعطاه له من عند الرب، سواء ملكة طبيعية أو موهبة فائقة للطبيعة يستخدمها لامتداد الملكوت. بنهدد والتهديد، وعرفنا طلباته. طب الوعد بالنصر إيه؟ أكيد الوعد بالنصر. وقف نبي وتنبأ، النبي يشير إلى كلمة الله، انتصر بالكلمة النبوية، عندنا كلمة الله. إبليس لما راح يحارب المسيح حاربه بيه؟ بالمكتوب.
يقول في مزمور 19 وفي حفظها ثواب عظيم. عندك كلمة الله عندك، البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. اسمحوا لي، الرب يسوع المسيح وعدنا بالهزيمة ولا وعدنا بالانتصار؟ يبقى مش عايش منهزم. ارفع راسك لا تعرف طريق الهزيمة. أنا إلهي منتصر، همشي في موكب النصرة. هاتف وأقول شكرا لله الذي يقودنا. فين؟ أنا ماشي في موكب النصرة يوم ويوم، صح؟ ولا كل حين. أنا كل يوم في كل حين في كل لحظة أنا في موكب النصر. هشعر بالمعركة، هشعر ببنهدد ورسل اللي جايين يهددوني، هشعر بخطورة المعركة، لكن أنا بعلن الانتصار دائما. وفي كل مرة إبليس يشن حرب عليا هيشوف النصرة التي وعد بها الرب لحياتي أن تكون. هل تقول النهاردة أنك منتصر في شغلك، في دوائر عملك، في بيتك، في حياتك؟ لا تعرف الهزيمة، لأن عندك كلمة الله النبوية. الله وعدني إن أنا أعيش منتصر، عندي الكلمة النبوية. اثنين، علشان الوقت، عندي حاجة تانية، عندي سلاح التسبيح. سلاحي سبح الرب. اسمع ماذا يقول من أفواه الأطفال والرضع، أسست حمدا لتسكيت عدو منتقم، عدو جبار. من أفواه إيه؟ عارفين أفواه الأطفال والرضع يعني؟ أنا كنت فاكر أول الأطفال الصغيرين لما يقعدوا مرات باباهم أو مامتهم شايلهم، والولد يقعد يزن ويدندن ويعمل ألحان. ممكن يكون بيسبح الرب قوي. لكن البعد الروحي اللي أبعد من كده، إن مرات الأطفال الروحيين اللي لسه لا درسوا عن معركة روحية، ولا يعرفوا ايه هو سلاح الله الكامل، ولا يعرفوا خصة الخلاص، ولا يعرفوا درع البر، لكن كل اللي يعرفوه حافظين ترنمتين وحافظين ايتين وفرحانين بالرب بس، فماشيين يرنموا ويسبحوا ويهللوا بالرب. ده كل اللي عاملين، كل اللي يعرفوا يعملوه. ده يعمل ايه ده؟ الكل ما يشوفك انك بتسبح وفرحان ومنطلق بالرب، انت بتهزم قوات الظلمة. عايزك تفتكر كلمات المزمور 91، يسقط عن جانبك 1000 ربوات عن يمينك. عايزك تفتكر وانت بتشكر وبتسبح الرب، لو بتقول مبارك اسم الرب وبترفع ايدك الشمال، 1000 شيطان بيسقطوا على يدك الشمال. لو بتقول مبارك اسم الرب الى الابد والظهر لان الرب صالح رغم كل ظروفك، عشرات الالاف من الشياطين تلاقيها بعدت عنك. لانك بتعمل ايه في وسط ازمتك، في وسط الحروب الضاريه، عمال تسبح الرب وانت ماشي في موكب النصره، وانت الرب بيدافع عنك وانت مش واخد لبالك. زي بالظبط لما بلعام ابن بعور راح يلعن شعب اسرائيل والشعب مش واخد لباله، مين اللي منع بلعام من اللعنه؟ مش الرب؟ هو الذي يقاتل عنكم وانتم تصمتون. بس لازم يكون عيني مفتوحه دايما في دايره التسبيح. ثلاثه، الشيء الثالث اللي تقدر تنتصر بيه هو قوه دم المسيح. هم غلبوه بدم المسيح وكلمه شهادتهم. اعلن قوه الدم. خد بالك على فكره، اكتر حاجه الشيطان يتغاظ منها قوي فكره دم المسيح. يعني ناس كتير يحبوا المسيح ويحبوا آيات المسيح ويحبوا تعليم المسيح ويحبوا معجزات المسيح ويؤمنوا بمعجزات المسيح، بس تيجي تقول لهم المسيح الصلب، استغفر الله العظيم، المسيح مات ودمه بقى، لا 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 لا، قولوا أي حاجة غير كده خالص. إيش معنى دي؟ لأن دي هزيمة الشيطان، لأن في دم المسيح جرد الرياسات والسلاطين وشرهم جهارا. أتذكرون خروف الفصح في العهد القديم عندما كانت توضع علامات الدم على القائمتين والعتبة العليا؟ كل الأبكار المختبئين وراء علامة الدم، قدر المهلك يدخل ولا يقرب؟ عندما تعلن حماية دم المسيح على حياتك وبيتك وأولادك وشغلك، الشيطان ما يقدرش يقرب. مش سامحني، مش لأنك علقت صليب، مش لأنك علقت كتاب، لا لا لا، إعلان الإيمان، إعلان القلب الحقيقي اللي من جوه، هو ده اللي يدي قوة النصرة، قوة الدم. كل واحدة محتاجة كلام كتير، لكن وكلمة، يعني كلمة شهادتهم، الاختبار اللي ربنا يعمله معاك، التغيير
الشهادة أو الاختبار لما أشهد للآخرين عن عمل الله اللي عمله فيا يعمل ثلاث حاجات على وجه الصورة. عارف يعمل كم حاجة؟ ثلاث حاجات. أول حاجة يثبت الاختبار اللي أنا خدته. أنا خدت اختبار معجزة عملها الرب، تغيير الرب عمله في بيتي، اتأثرت الرب لمس قلبي في خدمة معينة، أروح أشهد بيها، أقول أنا مثلا أنا كان عندي مشاكل كتير قوي، بعد ما سمعت الخدمة أنا قررت أقف لبنهدد وأقول له ما تقربش تجاه بيتي، واصطلحت مع مراتي، وأنا ومراتي علاقتنا بقت رائعة، الرب بارك بيتنا، اشهد بده. بتعمل أنت؟ بتثبت الوحدة بينك وبين مراتك. أو اختبار شفاء أو أي اختبار عمل الرب عندما تشهد، أو اختبار تغيير التوبة اللي الرب عمله معاك لما تقف وتشهد بيه، ده الاختبار بيثبت جواك ما يقدرش يسرقه العدو. دي نمرة واحد، كلمة شهادتهم. اتنين، يعمل ايه الاختبار كمان؟ إعلان هزيمة الشيطان. أنت بتعلن قوات الظلمة اللي كانت شغالة فيك وعاملة في بيتك إنهم إنه في الملك العظيم وصل ونور البيت وشرف وسلام الله حل على البيت، فابليس ملوش مكان بالمكان ليسوع المسيح الملك العظيم اللي سيد على البيت. الحاجة الثالثة اللي يعملها الشهادة أو الاختبار إنه يؤثر في الآخرين فيتغيروا فيختبروا الرب اللي أنت اختبرته. إبليس مش عايزك تتكلم لأن الاختبار بتاعك هيعمل إيه؟ هيغير الناس، وهتبقى بذرة زرعت في قلوب الناس. علشان كده الوعد بالنصر أكيد، ومشهد وخبر بكم سنة بك الرب ورحمك. هناك موعد الكلمة النبوية، عندك سلاح التذبيح، عندك سلاح الدم الكريم، عندك سلاح الله الكامل موجود في رسالة أفس أصح 6. عندي لك سؤال، ما هو موقفك؟ هل موقفك مثل موقف أخاب؟ هتقول له أهلاً وسهلاً، طلباتك تحت أمرك، هدي لك الفضة والذهب، أنت هتطمعه يدخل ياخد أكتر وهيطمع فيك أكتر. وده الرسول بولس قال أخاف لألا يطمع فينا الشيطان. يبقى أول ما بيدوق أول خطوة بيطمع فين؟ في الثانية والثالثة والخمسة والسبعة، لأنك اديت له سكة. لكن لو عملت زي الشيوخ قلت له لا تقبل، إيه اللي حصل لجيش آرام؟ 33 ملك، 33 مملكة، وضربت آرام ضربة عظيمة، لأن الموضوع لا بالقوة ولا بالقدرة بل بروحي قال رب الجنود. ربنا النهاردة يقول لك أنا عايز أدخل البيت، عايز أرد لك المسلوب اللي اتسلب منك. ناس كتير عندهم أمور مادية الشيطان سلبكم فيها، هل تصدق ان الرب يقدر يوقف السلب المادي الموجود على حياتك؟ حتى لو بتسمعني قدام التلفزيون النهاردة، هل تصدق ان الرب يقدر يوقف ده من على حياتك؟ الله بيتكلم اليك، الله مش عايزك تعيش تحت هذه الضغوط ومتألم وتقول مش عارف اعمل ايه. لا، الله مجهز لك كل خير، الله مجهز لك كل صلاح وكل بركة، الله عاوز يعمر بيتك، مش عايزك تعيش في انقسام انت وزوجتك، الله عاوز ولادك يبقوا تلاميذ للرب، الله عايز كل المواهب والملكات اللي عندك مستخدمة للملكوت. هل تحب تعلن النصرة في هذه الليلة؟ في مواعيد بالانتصار، وعدنا الرب، الرب لم يوعدنا بالهزيمة أبدا، لكن وعدنا بالنصرة. هل تستطيع أن تقول شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته كل حين؟ في المسيح يسوع ليظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. تعالوا بينا النهاردة، وقف وقفة صادقة، الحاجات اللي شاور بيها الرب على حياتك. وعايز أقول للعدو ارحل من أمامنا، ارحل من الحتة دي، أنا بغطيها بالدم، أنا بغطيها بالتسبيح، أنا بغطيها بالكلمة. مراتي دي المعينة اللي الرب رتبها ليا، زوجي ده الرأس اللي الرب حطه أن يكون تاج على جسدي، إحنا معا جسد واحد، لا للانقسام في البيت، لا للانقسام في الخدمة. واسمحوا لي يعوذ الوقت لو حبيت أقول لكم أن العدو بيدخل يضرب الكنائس في بعض ويضرب الطوائف في بعض، وحتى يضرب الخدام اللي في كنيسة واحدة ممكن يضربهم في بعض، لأنه مش عايز البركة تعم على شعب الرب. أساس قوتنا هي وحدتنا، عندما تزداد وحدتنا بعمل الروح القدس سنرى قوة فائقة تحدث في كل مكان في عمل الرب. تحب نقف نصلي مع بعض قدام الرب؟ اللي حب يقف، وقف النهاردة. أنا مش عارف إيه التحدي اللي موجود قدامك،
أنا مش عارف إيه الحاجة اللي أنت عايز الرب يعملها معاك اليوم. الله عاوز يقولك النهاردة لا تسمح للعدو أن يدخل يفتش بيتك، لا تسمح للعدو أن يفتش أرض خدمتك، لا تسمح للعدو أن يسلب المواهب والملكات الروحية التي الرب أعطاك إياها، لا تسمح للعدو أن يسرق البركات الفياضة والغنى الذي لك في المسيح يسوع، ما تسمحلوش. الله ادالك سلطان تدوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو. القصة شكلها كانت قصة قديمة ملهاش ارتباط بيا، لكن واضح جدا انها بتلمس بيوتنا وبتلمس حياتنا، لان ابليس خلينا عايشين متأزمين. روحوا للحاكم النهاردة شوفوا كم من قضايا الطلاق من كل الطائف المسيحية المختلفة، وكم من المشاكل الزوجات اللي زعلانين ومروحوا بيت ابوهم، والزوج اللي مش عايز يقول انا مش عايز مراتي انا كرهتها، والتالية تقول انا كرهته مش طايقاه. يا رب تعالى زور البيوت دي النهاردة. هل ترفع ايدك النهارده نصلي من اجل البيوت اللي ابليس بيضربها؟ بنصلي من اجل الاولاد اللي سرقهم ابليس. يا ما سرق ابليس اولاده وخلاهم مدمنين للهروين او مدمنين للجنس او مدمنين للمواقع الاباحيه. يا ما سرق بركه ماديه واتسلبته. خلونا نقف وجه العدو اليوم ونعلن لا منتصرين في المسيح النهارده في اسم يسوع. في اسم يسوع اعلن الكلمة النبوية بالانتصار. قام نبي وقال انت تبدأ المعركة، وانا عايز النهارده شعب الرب اللي بيسمعني، بدء المعركة بين ايديك، هزيمة العدو في يدك، في قلبك، في لسانك. اقف النهارده واعلن ده كما اعلن هذا النبي. تعالى رب النهارده بروح النصر على كل نفس مكسورة النهارده، على كل نفس مجروحة، على كل نفس متألمة. تعالى النهارده يا رب وجبر الكثير، تعالى وجبر، تعالى تعالى بعمل روحي غير عادي يا رب. انت موجود النهاردة عشان تصنع آيات حقيقية في بيوتنا، في علاقاتنا. يا ما علاقات محطمة يا رب، يا ما علاقات بين الإخوة مهشمة، نجح العدو ان يسرقها، نجح إبليس يدمر علاقات ويدمر بيوت ويدمر أسر ويدمر كنايس. لكن النهاردة عايزين نقول لا لإبليس. احنا هنقف لك وهنقول لك كنيسة الرب كنيسة شامخة، كنيسة مجيدة لا دنس فيها، كنيسة فيها روح الله يعمل، فيها عمل عظيم للرب. وأم وانا رفع عيني لعيني ولقيت بتسند او تساعد غير ايدين. وأم وانا في بيوتنا وحياتنا وعلاقاتنا يا سيد. امين يا رب. انا كل ليك بدمك اشتري. هللويا مبارك اسمك يلي فادتني. أنا كل لي أعلن الإعلان ده. أنا كل لي اشتريتني ولا يكفي حبي وخدمتي يلي فادتني لا يكون ظلام. Yeah.
يسوع يفتح طريق سلام. يا رب تعالى بالسلام الفائق للطبيعة، عالج كل علاقة محطمة بين كل زوج وزوجة يا رب. يا رب بتكلم على المؤمنين المنفصلين يا رب، يرجعوا مرة تاني لبعض ويرجع الحب تاني للبيت مرة تاني. يا رب الإخوات المنفصلين ومتخانقين وما بيكلموش بعض، ادخل لهذه البيوت من جديد يا رب. حط روح الغفران، حط روح التواضع والخضوع، وكل واحد منا يا رب يعرف ان مش اخويا هو عدوي، مش اختي هي عدوتي، مش اخويا في الوطن هو عدوي ابدا يا رب، لكن نعرف ان ابليس هو من البدء قتال الناس، هو الذي يزرع الخصومات في البيوت وفي الكنائس وفي المجتمعات. تعالى يا رب بالسلام ده، حل على بيوتنا، حل على كنائسنا، حل على بلادنا، حل على مجتمعاتنا. تعالى يا رب النهارده خلي الناس يروا النور وسط الظلام. تعالى يا رب النهارده وحل بمجد جديد على شعبك. تعالى فك كل ربط اللي ربطها الشيطان يا رب. يا ما شيطان ربط ناس كتير قوي، سلبهم بنهدد وخدهم واثرهم زي ال 32 ملك اللي ماشيين معاه ومكملين في معارك ضد مملكة الله. يا رب تعالى النهارده وبنهزم كل قوات الظلم العاملة ضد الكنيسة وضد ولادك، وبنقول لهم مش هتقدروا، زي ما وقف داود قدام جليات ونقول له لا بالقوة ولا بالقدرة بل بروحي قال رب الجنود، اليوم يحبسك الرب في يدي. أنا آتي إليك باسم رب الجنود. يا رب النهاردة بنعلن انتصار حقيقي يا رب في كنيستك وفي شعبك. يا رب اعمل معجزات في بيوتنا من جديد يا رب. يا رب عايزين نسمع اخبار مشجعة ان البيوت بترجع تاني، ان الزوج والزوجة بيصطلحوا تاني، ان بيروحوا المحكمة ويسحبوا قضايا الطلاق اللي رافعينها، المشاكل اللي بين الاخوات يصطلحوا مع بعض تاني ويقبلوا بعض من تاني ويحبوا بعض من تاني، وإيدك يا رب تمتد من تاني ويحصل المجد من تاني والكنيسة تسترد مجدها من تاني. يا رب كل حد اتسلب ماديا باسم الرب يسوع المسيح استرداد يا رب، وبنتوب عن كل مرة احنا سرقناك ومدينا ايدينا على حقك يا رب وعلى فلوسك، ونرجع ونكون أمنا ليك. بارك كل كلمة وبارك شعبك وبارك رعيها، واحفظ تأثيراتها في داخل قلوبنا. لكل السجود والإكرام والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. سلام فاق العقول في نوم مش ممكن يزول، مهما العدو بيقول مالي حياتنا سلام. سلامك فاق
سلام لشعب الرب في كل مكان. وعد قال سلامي أترك لكم، سلام أعطيكم، ليس كما يعطي العالم سلام أعطيكم أنا. ما وعدش لينا برية سهلة وصعبة، لكن قال في العالم سيكون لكم ضيق، لكن الأروع من كده أكملت الآية تقول ثقوا أنا قد غلبت العالم. سمعنا كلمات رائعة من جناب الراعي، وسمعنا عن مشاكل كتير، ويمكن أمور الحياة بيجيت من سيء لأسوأ ومن صعب الأصعب، لكن عندنا إيمان أن إلهنا حي، إلهنا موجود، مكتوب عنه هو أمس واليوم وإلى الأبد. بكل سرعة أقول كاتب الترنيمة الجاية، وبفرض أنها أيام صعبة والناس تعبانة ومضطربة، من عارف والرب شرحها ومسميها زمان الغربة وجرب يجي. كم حد يقول له أمين؟ تعالى يا سيد الرب. من عارف والرب شرحها ومسميها، لكن أنا علي دور، أنا هعمل كل اللي علي، هثبت على موقفي ومكاني. الأروع من كده، وهنور ليل بأغنية تعلن وسط الضيق وسط المشاكل، تعلن الإيمان، وحسب إيمان النهاردة يكون لينا، وبفرض إنها أيام، وبفرض إنها أيام صعبة، وبفرض إنها أيام صعبة والناس تعبانة ومضطربة، وبفرض إنها أيام صعبة والناس تعبانة. زمان الغربة وفرد النغم أيام صعبة والناس تعبانة ومضطربة، وفرد النغم أيام صعبة والناس تعبانة ومضطربة، منع والرب شرحها ومسميها زمان الغربة، هعمل كل اللي عليا، هثبت على موقفي ومكاني، وهنور ليل بأغنية تعلن في الضيقة. أنا هعمل يا رب، وأنا هعمل كل اللي عليا، هثبت على موقفي ومكاني، وهنور هكابر على ضعف من عارف حدي وقدراتي، ولا عمر هكابر على ضعف من عارف حدي وقدراتي، عارف برضو اللي بصفي الله السامع لصلاتي، ولا عمري هكابر على ضعف من عارف صلاتي، وانا هعمل كل اللي عليا، هثبت على موقفي ومكاني، وهدور ليل بأغنية تعلن في الضيقة إيماني، وانا هعمل كل اللي عليا، هثبت على موقفي ومكاني، وهدور ودلو يسير كسوريا، وانا هعمل كل اللي عليا، هثبت على موقفي ومكاني، وهدور ليل بأغنية تعلن في الضيقة إيماني، وانا هعمل كل اللي عليا، وهدور ليل بأغنية تعلن في الضيقة
شايف إلهي للسلطان للسلطان ومن أمام ينقل جبالي ينقل جبالي بالإيمان يا رب بالإيمان بالإيمان أنا أفرح وأهتف مجدا ليك مجدا ليك مجدا ليك أنا أفرح وأهتف مجدا ليك مجدا ليك مجدا ليك هاليلويا واحد على كل حياتي قلبي هيغني للمسيح صوت الحق رح اشهد لك اكبر صلاتي غني يا نفسي غني يا نفسي للمهد عمري وحياتي يا رب عمري وحياتي تلك قطوعك كل للمسيح 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 واليوم حقيقه استنى اشوفه في الامجاد متعلمتش عيش وانا خايف ولا عدت جراحاتي لا لا اسمعكم ما تعلمتش اواجه عاصف ولا طاوف جناحاتي لا تعالوا لي يا مصطفى ما تعلمتش عيش وانا خايف ولا عدت جراحاتي ابدا لا لا ما تعلمتش اواجه عاصف ولا طاوف جناحاتي لا لا ما تعلمتش اخلي دموعي تخش عن عين رؤايا لا لا ولا رح اوقف مره طلوعك اني ابص ورايا لا 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 ما تعلمتش اخلي دموعي تخش عن عين رؤايا لا ولا رح اوقف مره طلوعك اني ابص ورايا لا 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 أنا ساكن في حصون الصخر ولي أجناح هاليلويا أنا بصنع من صخر يسوع أنا ساكن في حصون الصخر ولي أجناح أنا بصنع من صخر يسوع المقابل للكس لا ما تعلمتش أخلي عدوي يشوفني بدون تسبيح أو بكآبة قلبي أغني كأني بدون مسيح لا لا أنا ما تعلمتش أخلي عدوي يشوفني بدون تسبيح لا أبدا يا رب أو بكآبة قلبي أغني كأني بدون مسيح لا 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 أنا ساكن في حصون الصخر وليا هاليلويا أنا مصنع يسوع المرقاب اللي انكس أنا ساكن في حصون الصخر وليا جناح النس أنا مصنع من صخر يسوع المرقاب اللي انكس ولا أمين. خلينا نساكن قلوبنا وإحنا بنختم اجتماعنا نقول له بشكرك إن ما تعلمتش أخلي عدوي يشوفني بدون تسبيح أو بكآبة قلب أغني لكن أنا ساكن في حصون الصخر
الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. أقول ربي ملجأي وحصني، إلهي إلهي بتكل عليك في هذا المساء، إلهي بعبدك لأنك حي. يلا خد دقيقة وبعدها نختم بأبنا الذي المرتلة، لكن قل له بشكرك من أجل كلمتك في هذا المساء، بشكرك لأن لينا غلبة في صليبك على كل قوة شر في بيوتنا وفي حياتنا وفي أسرنا وفي أولادنا في اسم الرب يسوع المسيح، وفي خدماتنا وفي كلماتنا في اسم يسوع المسيح. يا رب كل كلمة كل كلمة حياتنا بالإيمان في الأيام الجاية والشيطان ما يكونش لي مكان في اسم الرب يسوع المسيح. نعلن ضعفنا أمامك يا سيد الرب، لكن نعلن قوتنا أمام إبليس في هذا المساء. أبان الله في السماء ليتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. وخبزنا كفافنا أعطينا في أيامنا، واغفر لنا ذنوبنا كما نحن لغيرنا، أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، له العظمة والقدرة والسلطان والمجد. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس تكون مع جميعنا وتدوم فينا من الآن وإلى أبد الآبدين. وكل شعب الرب قال معي آمين.